أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم. محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جسے جہد پہ بلا لیا جسے جاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے God.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينطلق إليك البصر قاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعددنا لهم عذاب الصعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها إلا لم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في دلال كبير. فقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فصحبا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يكسر بكم الأرض فإياه تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نصير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أفلم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي صبيا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في دلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين جبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره
وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معهوده والمعهود ربه سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتيم والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين سبتين طيبين طاهرين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين المتجلى بتجليتين الذي قال له الواحد أهدي نور نوري ويا سر سري ويا هزائن المعرفة أفديت ملكي عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم من دون العرش لا ما قد الأرض كلهم يطلبون رضائي ونطلب رضائك يا محمد صلى الله عليه وسلم مولانا ومولى السكنين سلطان الأنبياء أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله سيد العاصم يا رسول الله سند العاصم يا رسول الله سند العاصم يا رسول الله زهي شفيع غناه غارا زهي شفيع غناه غارا رسول أكرم رسول أكرم امید گاہے امیدوارا امید گاہے امیدوارا بنور جمال ہی صلو علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وخالنا محمد وبارك وسلم اللهم محمد جاري يار حاجي خواجه قطب غريب